فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى المسافر صلاة الجمعة بنية الظهر لكي يجمع بعدها صلاة العصر، فهل فعله صحيح؟ إذا صلى المسافر صلاة الجمعة بنية الظهر لكي يجمع بعدها صلاة العصر، فهل فعله صحيح؟ حيلة ولا تنفع، حيلة. صلي الجمعة إذا حضرها يصليها مع المسلمين جمعة ولا يجمع معها العصر. نعم.